ليش روح دير الزور؟ هذه هي احدى حواجز النظام وهو حاجز خسارات في محافظة دير الزور. نلاحظ السكان كيف يمزقون صور بشار الأسد التي كانت معلقة على هذا الجدار. نلاحظ أن الحاجز هو أدوات الموجودة في المنازل. تكبير يا شباب. الله أكبر. الله أكبر. المنطقة طبعا حررت منذ حوالي 4 أو 5 أيام أو أكثر من ذلك. حررت منذ فترة. هذه أحد حواجز النظام. لا قدام الساعة نشوفك شيء يهز. ما اللقاء صالح مطلوب من دير الزور في 28/2/2013.